ابو ابراهيم قاعد يحفر مكان يقول ان فيه ورقه مكتوبه كاتبها ابو احمد النافع الله يرحمه حاطينها في الزرنوب يقول لعلها موجوده. بشر ما تبين شيء. شلون كنت ناسيها يا ابو ابراهيم ولا توه طريدي؟ لا توه تطري. كم من كم دافنينها؟ يمكن تقريبا عام 74 الى 94. والله 46 سنة. توها تطري. ايوه صور. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. صلصه. صدقني نسيت وش هي صلصه. بس والله تبي من على شوي شوي. اي اكيد اكيد انها مره مره. هذا القوطي مهتري. هذا القوطي الذي نعم حط وضعت فيه. بسم الله. ولحظه تاريخيه هذه. بسم الله. بس والله اني ما ادري عنها هي تصير باقي ولا ايه. لا اله الا الله. سنك تفكس. اي والله. بسم الله. اقرا المعوذه. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. الله المستعان يا احمد. تصنيفات شفتها. اي أيوة والله. حد شوف جاها اجلها. اي أيوة والله. كل هالسنين كم هذا من سنه؟ 46. ها 46. وبشرك ما جاها شيء نبت. شوي داخل بلاستيك خلاص محفوظ. الله 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 الله. يا سلام. بسم الله. الله اكبر. والله وثيقة. يا لطيف. شفته من حسن الحظ انه انت بعد يقدر هذا الشيء ويوثقه ويصوره. تلقى راح تدري ايش تقعد نقف جدار. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر ناقوس يدق في عالم النسيان. هذه ورقة كتبت عليها حروف تخلد الذكرى عندما كنا في أم مشري لأجل مطالعة الدروس أثناء الامتحان النهائي لعام 94-95 هجري و 1395 هجري. هذا وقد تم كتب هذا الكتاب بأمر من أحمد بأمر من أحمد النافع وابن مسل العبول لأجل تخليد الذكرى. ما كل هالزمن هذا دائما الذكرى دائما هي نقاط وبعدين دائما كما انه قد كتب ما تقدم في حال ان احمد النافع يذاكر لمجاوزه المرحله الاولى الثانويه. هي المفروض السنه سنه وعبد المسلمون يذاكر لمجاوزه المرحله الثانيه الثانوي. كتب عبد المسلم ابراهيم العبون هذا توقيعه وبحضور احمد النافع هذا توقيعه. صارت 95 هي 94. اي 95. اي 45 4 6 1395. يا سلام. بسم الله. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله.